من الصحابة الذين ترجم لهم ابن الجوزي رحمه الله، وإن كان في هذه الترجمة ذكر أربعة سطور، ترجمة كلها في أربعة سطور، لكن هي تحتاج عند التفصيل إلى مجلدات ومجلدات. شو الكلام المدح الذكر عن هذا الصحابي الجليل، وهو أبو الهيثم ابن التيهان واسمه مالك، وكان هذا من أصحاب العقبة من السبعين رضي الله عنهم. كانت هناك عقبتان، يعني عقبة واحدة لكن بيعتان تسميا بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. ومن ترجع السيرة، مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، والسيرة التي اختصرت لابن هشام، باختصار شديد العقبة دي بتلقى دائما في السيرة البيعة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة شنو؟ الثانية. هي باختصار في موسم الحج، في الموسم التقى النبي صلى الله عليه وسلم بستة نفر عند العقبة، وهؤلاء الستة منهم أسعد ابن زرارة، ومنهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ورجعوا إلى قومهم، رجعوا المدينة، وأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يدعو إلى الإسلام. فلما جاءت السنة المقبلة جاء 12 رجلا، ودي بيعة العقبة الأولى، من هؤلاء الرجال أسعد بن زرارة، ومنهم جابر بن عبد الله، ومنهم عبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعا، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ثم رجعوا إلى قومهم. دي العقبة الأولى، دي باختصار شديد. الثانية عاهدوا أو واعدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوه إلى مكة وأن يبايعوه، وكانوا 70 رجلا. دي بيعة العقبة الثانية. ليه الثانية دي؟ ما كانوا يسلموا وينتظروا هناك، لا، جو بايعوه على إنه نحموه إذا جاء إلى شنو؟ المدينة. وكانوا 70 رجلا، فلما جاءوا إلى مكة وكان موعد البيعة من الليل، بالليل، فالتقوا بعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، ولو كده كان على غير الإسلام وهو والد جابر بن عبد الله، فقالوا: يا عبد الله، والله إنا نخاف عليك أن تكون من حطب جهنم، وإنا ندعوك إلى الإسلام. فأسلم، أسلم، وكان معهم سعد ابن معاذ من 70 رجلا، وكان معهم هذا الرجل وهو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه. وجاء العباس، وكان وقتها على غير الإسلام، جاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى هؤلاء الناس قد اجتمعوا في الليل، في منتصف الليل، وجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء خلفه العباس، قال: والله أنا على غير الإسلام، لكن لا أرضى لك المهلكة، للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء فقال لهم: تعلمون الذي حدث بين محمد وقومه، فهل نأمنكم على أن تحموه إن جاءكم؟ هكذا قال العباس ابن عبد المطلب. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: على ماذا نبايعك؟ فقال: تبايعونني على أن تمنعوني، أي من هؤلاء، إذا أتيتكم، وأن لكم الجنة إذا أسلمتم ودافعتم عني وعن الدين. فبايعوه على ذلك، وكان منهم هذا الصحابي الجليل. دي العقبة شنو؟ الثاني. ده باختصار شديد. طيب، انظر إلى مناقب هذا الرجل العظيمة في سطور. المنقبة الأولى، قال عنه ابن الجوزي رحمه الله: كان يكره الأصنام في الجاهلية ويقول بالتوحيد. في الجاهلية بيكره شنو؟
الأصنام، ويقول بالتوحيد هو وأسعد بن زرارة رضي الله عنهما. طيب، ودي يا جماعة منقبة عظيمة. والآن يا جماعة دين الشرك هو دين سفه، والسفه أن لا يعرف العبد ما يصلحه وما ينفعه في دينه أو دنياه، ده الزول السفيه. سيقول السفهاء، قال ابن كثير: السفهاء جمع سفيه، كما أن الحلماء جمع حليم، والعلماء جمع حليم. قال: والسفيه الذي لا يعرف ما ينفعه في دينه أو دنياه. ولذلك قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال بعض المفسرين: هم الصبيان والنساء. قروشك تبتلم لهم فيها، دار تعمل بها حاجة تستفيد، ولا تصدق، ولا كذا، ما تمشي تديها شنو للمرأة، تقول لها تصرفي وشوفي البنفع شنو سويه، تملى لك البيت كبابي بتاع الشاي، لبتلم في الشاي تقعد الكبابي يكسروها سهل، ولا تديها لشنو للشفع. شفع تراه يملوا لك البيت حلاوة ولعبات وأنبوبة، نسأل الله العافية. طيب، فأعظم السفه الشرك بالله تعالى، وأعظم الرشد التوحيد. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفيه، عشان كذا أي مشرك زول ما تمام، عقله ما كويس. ما ممكن صنم انت صنعته، جبت التراب خطيته والمويه كبيته ولخيت الطين وانت سويت له اليدين والكرعين وتجي تعبده، وانت صنعته وانت اطول منه وانت اقوى منه، وده لا بيسمع لا بيتكلم لا بياكل لا بيفطر لا بيتغدى لا بيشرب شاي، قاعد سايب بس كده تعبده من دون الله، ده بتاع الصنم ده زمان. أسي ده زولنا ده، نسأل الله العافية. انت زول مات قاعدين نكررها 70 مرة، ويا ليتها تصل إلى هؤلاء الناس. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. زول مات يغسلوه ويكفنوا ما قادر يحرك يده، يده ما قادر يحركها، وكفنوه وريحوه وجالوا في بريش وعن قريب سرير، ودوا المقابر وحفروا له في الأرض ودفنوه دفن عديل تراب كر، بعد خدتوا له اللبن تراب فوق له، امشوا يعتروا ينادوا، هسه عليك الله ده ما سفه، تنادي ذول في الأرض وذول مخلوق وذول ضعيف: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لذلك من مناقب هذا الرجل كان يكره الأصنام في الجاهلية ويقول بالتوحيد، وهو ملة إبراهيم عليه السلام. هذا التوحيد وهو إفراد الله بما يستحق به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراده بالعبادة وحده لا شريك له، دعاء الله براو. لو قلت يا الله ويا جبريل نجوني أشركت بالله، يا الله ويا جبريل. لو قلت يا الله ويا رسول الله أشركت بالله، هذا ما توحيد، يا الله ويا رسول الله. فما بالك لمن تقول يا الله ويا أهل الله، يا الله ويا المكاشف، يا الله ويا الكباشي، ويا الله ويا صايم ديما. ونسأل الله العافية، ده من الشرك بالله سبحانه وتعالى، زول يسأل الله وحده لا شريك. طيب، من مناقبه قال ابن الجوزي: وكانا، أي هذا الرجل أبو الهيثم ومعه أسعد ابن زرارة، وكانا أول من أسلم من الأنصار الذين لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم شهد العقبة
أي مع السبعين رجلا، وكانت معهم امرأتان، وهو أحد النقباء. النقباء جمع نقيب، وهو مقدم القوم الذي يقدم، وقائد القوم يقدم ويبايع عن هؤلاء القوم وهكذا. وهو أحد النقباء الاثني عشر رضي الله عنهم جميعا، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي في خلافة عمر رضي الله عنه. وقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عثمان ابن مضعون. وقال صالح بن كيسان: توفي أبو الهيثم في خلافة عمر، قال الذهبي وقال غيره أو وقيل توفي سنة 20 من الهجرة، من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.